النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. من أنت بلا عنوان؟ من أنت وفي الأوطان؟ من أنت بلا هاوية؟ والكافر يجحد فيها، والمنافق يابت فيها، والجاني يطغى فيها. Sheikh's got less followers than a makeup artist and vloggers. We don't read books no more, we read memes and comments. When I was young, used to run and play with marbles and conkers. Now social media got the youngsters moving marbles and bonkers. He can't even leave his house without his power as his heater. And she can't even take a picture without the flower filter. Yeah, see, it's fair to say that we're living in some crazy times. How can a man just get in his van, look at the bridge and drive? And that woman and kids should have never have died. Allah's the best with time, so I'm not gonna cry. You see, this life's crazy, we live and we learn. And that Grenfell Tower should have never have burned. ذلك هبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. من أنت بلا عنوان؟ من أنت وفي الأوطان؟ من أنت بلا هاوية؟ والكافر يجحد فيها. من أنت بلا عنوان؟ من أنت وفي الأوطان؟ من أنت بلا هاوية؟ والكافر يجحد فيها. النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها. النار بذلك هبت فتقدم يا حاميها، ورياح الجنة هبت.